السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى ترانزستور تأثير المجال للأكسيد المعدني والمختصرة Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor، وقلنا أنه الشكل مادته هو هذا، يتألف من هذه طبقة الأساس وطبقة أوكسايد اللي هو SiO2 وطبقة معدنية مرسب بهذا الشكل. قلنا احنا اكو تشويب بشوائب مانحة عالية، وهنا اكو تشويب بشوائب مانحة عالية من جهة ثانية، ومرتبط هذه المنطقة منطقة N بلس من خلال الطبقة المعدنية بمعدن الى الخارج، هذه يسمى سورس المنبع. والطبقة الثانية والجزء الثاني هذا أيضا مرتبط بطبقة معدنية إلى الخارج تسمى المصرف، وما بيناتهم أكو هنا قناة. هذه القناة شو تكون؟ تكون تشويب هواطئ. بينما شو يوجد هنا عندي الجيت البوابة. الملاحظة المهمة هنا مثل ما راح نشوف إنه البوابة هذه غير مرتبطة بمن بالبي تايب سبستريت بهذا الجزء الرئيسي، وهذا هو أساس عمل هذا النوع من الترانزستورات. مثل ما راح نشوف أنه البوابة معزولة بهذه الطبقة اللي هي طبقة الداي إلكتريك لير، طبقة الأوكسايد، عن من؟ عن هذا الجزء أو عن هذا الشانل. هذا ما قلناه في الأسبوع الماضي. قلنا أيضا الخواص، مشروع هذا طبعا الكلام قلته. الخواص طبعا هو دائما يجي سؤال قارن بين الجنكشن فيلد افكت ترانزستور والمتل اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور، يعني بين هذا وهذا. اول شيء ان الترانزستور الام او اس اف اي تي يمتلك بالاضافه الى المنبع والمصرف والقناه والبوابه طبقه لا توجد في الترانزستور تسمى طبقه الاساس، يعني هذه الطبقه موجودة في ترانزستور تأثير المجال للأكسيد المعدني، بينما ما موجودة بترانزستور تأثير المجال الوصلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تركيب البوابة هنا غير ما موجود. مثل ما قلنا شلون يعني غير ما موجود؟ هنا هذه البوابة معزولة عن طبق الأساس أو عن هذه القناة بأوكسيد، لا يوجد اتصال، وهذا مثل ما راح نشوف لاحقا راح يتسبب في عدم وجود طبقة يعني البوابة. هذه راح تتحكم بطريقة مختلفة بمن؟ بهذه القناة، غير الأسلوب السابق. في الأسلوب السابق في ترانزستور تأثير المجال كانت البوابة تعمل مع المنبع في زيادة ونقصان طبقة الاستنزاف، وهذه الطبقة مال الاستنزاف تتحكم بمن؟ بالتيار. هذا شفناه وين؟ بالجي اف اي تي ترانزستور، بالترانزستور السابق. اما هنا اساس عملها يختلف. ليش يختلف؟ لان هي اصلا ما متصلة بالقناة، يوجد عازل بينهما، وهذا الان راح نشوف شلون راح يأثر. زين، وبالتالي معناته هنا اني لي حرية في ان استخدم اي نوع من الجهد، ممكن جهد سالب او جهد موجب، وراح نشوف لاحقا استخدام الجهد الموجب او الجهد السالب راح يؤدي الى تسمية مختلفة لهذا النوع من الترانزستورات. هناك لازم الجهد بالجي اف اي تي، الجهد لازم يكون بحيث يولد طبقة استنزاف. هنا لا، هنا الاسلوب مختلف، لأنه أصلاً البوابة طريقة عملها شنو مختلفة. إذن النقطة الأساسية أنه البوابة معزولة عن هذا الجزء من الترانزستور بواسطة طبقة أوكسايد. هذه هي النقطة الثانية. بعدش عندي بما أنه معزولة، فهذا إيش يعني؟ يعني أنه دائرة الإدخال شبيه لهذا النوع من الترانزستورات عالية جداً، 10 أس 14 أوم، بينما ديتش كانت 10 أس 10. زين، وكذلك ايضا يمتاز بسهوله التصنيع، صغر المساحه التي يحتلها، وكذلك عدم تاثيره بالمؤثرات الخارجيه لكونه معزولا. بعد ايش عندي هنا؟ هنا هذا جينا الى اهم ما بالموضوع.
اكو نوعين من طريقة عمل MOSFET. اثنين، الاولى يسموها depletion، نوع استنزافي تعزيزي، زين، والنوع الثاني شي يسموه، والنوع الثاني شي يسموه هذا النوع، خلينا نشوف هذا النوع الثاني يسموه التعزيزي. اذا عندي النوع التعزيزي فقط، اما تعزيزي واستنزافي او تعزيزي فقط. اذا عندي نوعين، خلينا نرجع نشوف شنو القصه مال هذه التعزيزي والتعزيزي والاستنزافي. هنا شو راح نشوف؟ لاحظ هنا راح افرض انه البوابه خليت لها جهد سالب. اهم شيء بهذا الترانزستور لاحظ انه هذه الطبقه، هذه القناه هذه مصنوعه من سيمي كوندكتر، وهذه مصنوعه الطبقه الفوقها من اوكسايد، وهذه الطبقه من معدن. فكانما صاير عندي متسعه. شلون متسعه؟ كانما البوابه والقناه هذه لوحين متسعه، والعازل هو اللي يكون بيناتهم. الان شو راح يصير عندي هنا؟ خلينا نجي للاحتمال الاول. الاحتمال الاول انه البوابه تاخذ شحنه سالبه او جهد سالب. اذا كان هنا جهد سالب، فايش راح يؤدي هذا الجهد السالب؟ بالحث سيطرد جميع الالكترونات الموجوده لهنا، لكن ماذا يبقي؟ يبقي الايونات الموجبه فقط، الهولز. اذا راح، اذا عندي سالب راح شو يسوي؟ يتم استنزاف، شوف كلمه، يتم استنزاف الالكترونات منين؟ من هذه القناه. ليش؟ لانه جهد سالب يؤدي الى حث، بالحث يؤدي الى طرد الالكترونات منا، لكن يبقى شنو؟ يبقى فقط الشحنات الموجبه. اما اذا كان لا والله الجيت موجبه، اذا الجيت موجبه ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى انه الالكترونات بهذا الجسم بالسبستريت راح تنجذب. وين تصير؟ تصير هنا بالقناه. فشي يصير عندك؟ يصير عندك تعزيز للالكترونات هنا، شوف الكلمه صارت تعزيز. وبالتالي جهد القناه راح يتحكم بكميه حاملات الشحن اللي موجوده هنا، فمره يقلل منين؟ يقلل من الالكترونات اذا كان الجهد سالب، ومره يعززها او يزيدها اذا كان الجهد هنا موجب. وبالتالي يتم التحكم بكميه التيار الكهربائي المنقول من السورس الى الدرين عبر من؟ عبر البوابه. وهذه هي طريقه العمل مالته. الان لو نقرا نشوف، يقول كما هو الحال بالنسبه للترانزستور، فان جهد البوابه يسيطر على مقاومه القناه، نفس الشيء، ولكن بما ان البوابه معزوله عن القناه فانه يكون بالامكان تسليط جهد موجب او سالب. وبما انه لا يوجد ثنائي للبوابه في هذه الحاله لانه معزوله، وانما تعمل بوابه مع الاكسيد المعدني والقناص على احداث متسعه، على احداث شنو؟ متسعه صغيره، يكون احد لوحيها البوابه تكون القناه لوح الاخر، بينما يكون الاكسيد المعدني يقوم مقام الوسط العازل. معروف من النظريات الاساسيه ان الشحنات على اللوح المتسعه تحت شحنات معاكسه، هذا قلناه. ولو تشوف الان الشكل هذه هنا كانما صاير عندك هنا البوابه سالب مالتها، فايش راح تسوي؟ راح تطرد الالكترونات منها، تقللها. فشي يصير هذه القناه ذات الكترونات، تستنزف الالكترون في هذه المنطقه. ولو تشوف شو قايل لك هنا ترانزستور تاثير المجال استنزافي. لماذا استنزافي؟ لانه الشحنه السالبه للجيت طردت او استنزفت الالكترونات من القناه. زين، لو تشوف الشكل اللي وراه لو تشوف، راح هنا شنو الشحنه؟ شحنه موجبه. فلهذا ايش صار عندي؟ الالكترونات راح تجي من جسم البودي مال هذا الترانزستور، تصير كلها بالقناه، فتتعزز كميه الالكترونات الموجوده بين المنبع والمصرف. هذه هي طريقه العمل. لو تلاحظ انت، يقول مع جهد بوابه سالب نستطيع قطع التيار بين المنبع والمصرف. ليش قطع التيار؟ لان انت راح تطرد كل الالكترونات من القناه. لذا فان اداء ترانزستور مع جهد بوابه سالب يكون شبيها لاداء الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. زين، لان الاداء بجهد بوابه سالب يعتمد على استنزاف الكترونات حزمه التوصيل من القطار، يسمى الاداء
بالأسلوب الاستنزافي. من جهة أخرى، إذا ما سلط جهد موجب على البوابة، فإن الشحنات الموجبة تحتها تحث هذه المرة شحنات سالبة في القناة، ولأن هذه الإلكترونات تضاف إلى الإلكترونات الموجودة أصلا، فإن عدد كل الإلكترونات حزمة التوصية يزداد. بعبارة أخرى، فإن الجهد الموجب يزيد أو يعزز توصية قناة، وكلما كان جهد بوابة موجبة بصورة أكبر كان التوصية أعظم. ولهذا السبب شو سمى هذا الأسلوب بالأسلوب التعزيزي. وشكرا.